أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. نبتدئ المحاضرة الثانية في الأوتونوميك نيرفس سيستم، وكعادتنا هنبتدي بحل أسئلة الإمس كيو اللي كانت على حس على محاضرة البلاد الماضية. فكان أول سؤال، على فكرة معظم الناس جاوبوا إجابات غير صحيحة، تملي فيه خطأ، إنه أول سؤال بيقول RBCs all are correct except، هل اللايف سبان من 100 ل 120 دايز ده صح؟ الخطأ إن النمبر في الأدلت ميل 5 ل 6 مليون بير كيوبيك مليمتر، اللي مكتوب قصادنا كيوبيك سنتيمتر، فده طبعا دي الإجابة الخطأ، عليه تبقى هي المطلوبة اللي هي بي. إنما في بوتاسيوم في الأربسيس، كل الخلايا المين كاتاين ال positively charged ion ويسموه كاتاين، إنه بيروح للكاثود، لأنه positive بيروح للنيجاتيف اللي هو الكاثود، هو البوتاسيوم. وبعدين إنها بايكون كيف، دي صح، يبقى عليه الإجابة الصحيحة في السؤال الأول هو بي. سؤال تاني regarding الهيموجلوبين when oxygenated، هل الحديد بيبقى فرك؟ لا، بيقعد فرس، لأنه قلنا ده ما هوش oxidation، ده oxygenation، يبقى دي خطأ. concentration في الانفنت أقل من الأدلت؟ لا، ده بالعكس أعلى، عشان يعوضوا عن نقص الحديد في لبن أم لما يجي يعمل RBCs جديدة. وبعدين لو في صورة ميت هيموجلوبين it cannot carry oxygen، طبعا لأنه هو ده بيبقى بقى فرق cannot carry oxygen، ده عيب الميت هيموجلوبينيميا. وبعدين when free connect it cannot carry oxygen، لا طبعا لو الهيموجلوبين free كان carry oxygen مفيش اي مشكلة، بس العيب انه هيسد انابيب الكلية بوظة. يبقى السؤال الثاني هيبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هي C. السؤال الثالث regarding the affinity of hemoglobin to oxygen، قابلية الهيموجلوبين للأكشن، هل ال F هيموجلوبين الفيتا الهيموجلوبين اقل من ال A هيموجلوبين الادلت؟ لا، هو اكتر، وعشان كده الفيتاس عنده affinity اعلى فبياخد من الام، يبقى ده خطأ. وبعدين الافينيتي بتزيد بنقص البي اتش، خطأ برضو، ما بتزيدش بنقص البي اتش، نقص البي اتش يعني اسيدوزيس ده تخليه سيب، يبقى دي خطأ. انها بتقل بالفيفر، اه طبعا بتزيد الحرارة قلنا زي في الاكتيفيتي، بس هنا بقى مغير لنا صيغة السؤال، ودي صيغة رابعة في ام اس كيو، ان يجيب لك حاجة مش اللي انت معتاد عليها، انت حافظ لو زادت التمبرش، ما ده اسمه فيفر حمى، يبقى بتخلي الهيموجلوبين سيب مور اكسجين، يبقى الاجابة الصحيحة هنا هي سي. هل بيقل بنقص الكربون دايكسايد؟ لا، بيقل بزيادة الكربون دايكسايد. السؤال الرابع إريثروبيوتين هرمون ايه؟ ستيرويد؟ لا، هو جلايكوبروتين مش ستيرويد. بيتعمل في الأدل في الليفر أساسا؟ لا، في الأدل بيتعمل 85% في الكدني و15% في الليفر. وبعدين البرودكشن از انكريزد ان هاي التيتيود، طبعا ده اهم حاجه اللي هو الهايبوكسيا، يبقى بس بيجيبها لنا هنا هاي التيتيود، يبقى سي هي الاجابه الصحيحه في النمره 4. نيجي بقى البرودكشن از انكريزد باي ادينوزين انتاجونست، لا هو بيزيد بالادينوزين، انما مضادات الادينوزين ادينوزين انتاجونست زي بتبقى موجوده في الشاي بتقلل انتاج الاريثروبيتين، وده احد عيوب شرب الشاي انه في ادينوزين انتاجونست يقلل الماده اللي بتكون الاروسيز، بالاضافه الى ان الشاي بيرص بالحديد بيمنع امتصاصه اللي هو مهم لتكوين الاروسيز، بس دي هنجيلها في اوانيها المحاضره القادمه باذن الله. يبقى هنا الاجابه الصحيحه في السؤال الرابع سي. السؤال الخامس regarding the RBCs formation all are correct except، مش عارف ليه الناس غلطوا فيها دي. It occurs in adult in long bones، قلت يا جماعه اللونج بونز اهي يمكن ان تفقد، هو بيتعمل في الفلاب بونز اللي هي بتوع السكال وبتوع الجذع، لان ده لا يمكن ان تفقد، بنسميها membranous bones، مش عارف دي ازاي الناس ما تنبهوش ليها. هل بيزيد الفورميشن اوف ار بي سيز بال بيتا ادرينرجيك ستيمولانتس؟ طبعا، ما احنا قلنا الادويه اللي بتستيميليت البيتا ريسبتور بتاعت الادرينالين بتزود الاريثروبيتين، يبقى دي مفروض انها تبقى سوري دي الاجابه الصحيحه بي، انما ايه غلط لانه ما بيحصلش في اللونج بونز.
نمرة سي it needs vitamin B12 and folic acid. دي تبقى برضو إجابة. هو قال لنا اطلب ايه؟ قال اطلب الخطأ. يبقى الخطأ ايه؟ B صحيحة، C صحيحة لأنه محتاج B12 وفوليك أسيد، وبعدين D it occurs in fetus في الليفر والسبلين. طبعا لأنه قلنا في البداية الفيتس ما عندوش بونز، يبقى دي إجابة صحيحة. هنا في السؤال الخامس هو قال لك اختار الخطأ. الفورميشن بيزيد بالبيتا أدرينرجيك، B صح، محتاج B12 وفوليك أسيد صح، بيحصل في الفيتس في الليفر والسبلين صح. يبقى الخطأ انه في الادلت لا يحدث في اللونج بونز، لانه بيحدث لونج بونز يمكن ان تفقد، انما بيحدث في الممبرانس اور فلاب بونز. دي اللي غلط فيها معظم الناس. يبقى خمسه الاجابه الخطا اللي هي مطلوبه، لانه قال لك اختار اللي غير الخطا، يبقى هي ايه؟ ده الاجابات كالاتي. يعني لو بصينا فيهم بسرعه، يبقى السؤال الاول قال اختار الخطا كان بي لايك بيبي. السؤال الثاني الهيموجلوبين، الإجابة الصحيحة C like cat. السؤال الثالث قال لك اختار الإجابة الصحيحة هتبقى C like cat. السؤال الرابع قال لك اختار الإجابة الصحيحة فكانت هي انه C like cat. خمسة قال اختار الإجابة الخطأ كانت A like alpha. I hope انه كلكم تكونوا جبتوا بإذن الله نمر كويسة. ده الامتحان في الحاجة السابقة. وزي ما بقول يا شباب انه الاسئلة هنا اساسا ما فيش محاضرة بنبتديها في الولايات المتحدة بدون ما نراجع الاسئلة على البارت اللي قبله، وإلا نعرف منين انت متابع، ازاي نعمل فيدباك. هي عبارة عن ناس تتكلم وخلاص، دي بتاخد مجهود ضخم مني في تحضير الاسئلة، مجهود في اجابتها، لكن عشان تبقى المحاضرة قيمة وتماثل تماما المحاضرات اللي بتعطى في يعني أحسن الدول في التعليم، وهي طبعا هي كندا تفوق الولايات المتحدة في التصنيف والولايات المتحدة. بنبتدي بأسئلة multiple choice، وما بنمتحنوش هنا في كندا وفي هنا طبعا أمريكا وفي كندا، هبتدي البث من كندا بإذن الله بعد أسبوع، غير multiple choice questions. فبليز لا تهم الواحد يقول لي انك انت سيبها لنا، لا مش هسيب، انت خدها، لان انا مش عاوز الصفحة تبقى عليها اسئلة MSQ كتير، يعني انا بحط عليها الحاجات معينة اساسا الصفحة دي، فمش عاوز نحط كتير، عاوز ابقى يعني شيرت صورها اعرفها and so on. طيب نتوكل على الله ونبتدئ الـ Autonomic Nervous System. فالنهاردة أنا آسف الناس اللي بتساعدني في الباوربوينت مش موجودين، لكن يعني ما تخافوش هنعملها بصورة لا تقل في الكفاءة أبدا. فنبتدي بالأوتونوميك نيرفوس سيستم المحاضرة الثانية، وبحب أعمل يعني ريفيجن سريع يا شباب للفروق الأساسية بين السوماتيك وبين الأوتونوميك نيرفوس سيستم. فإحنا قلنا معلومة قيمة جدا وجميلة تذكرها مع حيات، ان السوماتيك نيرفوس سيستم اللي هو الجهاز الارادي اللي بيشغل الحاجه الوحيده الاراديه في جسمك وهي السكيليتال ماسل، رقم السعد بتاعه هو رقم واحد، كل حاجه فيه واحد. وتعالى نشوف مع بعض ايه حكايه رقم واحد دي. فانت لو بصيت حضرتك هتلاقي الاتي، انه طبعا زي ما قلنا انه بيبتدي في الانتيرو هورن سيلز، وفهمنا ليه، لانه السوماتيك بيتميز بالسرعه الفائقه، فلو بدانا من الانتيرو هورن سيلز افضل مننا نبتدي من وراها. نيجي بقى رقم واحد هيتقال اربع مرات، عد معايا، انه من اول ما اطلع من السنترال نيرفوس سيستم اللي هنا ممثل في النخاع الشوكي لحد ما اوصل للماسلز، وان ايفرن نيرون سيستم، وان ايفرن، لاني لو وقفت في النص في حتة هنسميها سينابس هنتعطل زي ما هناخد في النيرف المصري. فهنا مطلوب السرعة، فبدأنا من الانتير هورن سيلز ولحد ما نوصل للمصل هو خلية عصبية واحدة، وان ايفر النيرون سيستم، ودي من اهم الاسئلة في MSQ. قد يصل طول الليفة العصبية دي لو بتغذي مثلا من السبان كورد لصباع رجلك الكبير ممكن توصل طولها متر. طب وبعد وان تايب، نوع واحد اللي هو احسن نوع A alpha اللي هو thick
مايلينيتد ايه واحسن حاجه في الايه اللي هو الالف عشان كده اللي هو سرعته من 100 ل 120 متر في الثانيه لكن للتسهيل خلينا نقولها 100 متر وبعدين بيغذي حاجه واحده سكيليتال ماسل طب وطالما نوع واحد من الفايبر يبقى هيطلع ماده كيميائيه واحده وهي الاستايلكولين يبقى تعالى بقى نعد الاربعه ومع شقت مثل عشق للنظام يبقى 1 اي فريند 1 تايب دي النقطه الثانيه 1 افكت اورجان اللي هو السكيليتال ماسل 1 كيميكال ترانسميتر اللي هو الاستايلكولين دول اهم اربع معلومات تبقى عارفها في السوماتيك نيرفس سيستم وقلت انها بتشهد بانه وراء الخلق خالق في جمال الـ 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 التكامل نبتدي من اول نقطه ما نوقفش في السكه 1 اي فريند ونختار اسرع فايبرز عشان كده السوماتيك هو الاسرع وقلت ان المباريات في الاولمبياد بتبقى ما بين السكيليتال ماسلز فاقل بقى للاوتونوميك تعال نتفرج مع بعض الاوتونوميك نيرفس سيستم ده رسومات انا عاملها اهي يعني يمكن حتى افضل شويه من الباوربوينت لو عجبتكم يبقى قولوا لي رايكم نكمل بالرسومات الخاصه بالعبد الله تعال في حاله الاوتونوميك انا راسم بقى هنا السوماتيك اهو ده الرسمه دي وهحط عليها الاوتونوميك شوف الاوتونوميك بادئ من لاترال هورن سيلز في حاله السيمباثيتك او ما يعادلها يعني الحته اللي هنا اللي هي جنب اللاترال لو كنا بنتكلم على البار اهي ورا شويه مش مستعجلين قوي خد بالك بقى هنا رقم السعد في الاوتونوميك هو رقم 2 حفظتها لاجيال انه ما بنوصلش لحد الاورجنز بايفرنت واحد في ايفرنت يوصلني للجانجليون اسمه بري جانجليونيك وبيبقى جروب بي اللي هو 10 متر في الثانيه ومن الجانجليون لحد الاورجنز بيبقى بوست جانجليونيك امايلينيتد جروب سي البي طبعا بسرعه 10 متر في الثانيه السي بسرعه متر في الثانيه يبقى اول معلومه 2 ايفرنت نيرون سيستم بري جانجليونيك لحد الجانجليون من النيرفس سيستم للجانجليون وبوست جانجليونيك من الجانجليون الى الافكتور اورجنز طب تاني معلومه 2 تايبس نوعان هنا مش باينه في الرسم سيمباثيتك والعصب الموازي ليه لو كنت بس مش عاوز ابوظ الرسمه في عصب موازي هيبقى اسمه بارا سيمباثيتك يبقى في سيمباثيتك وفي بارا سيمباثيتك وشرحت ليه هو 2 ايفرنت قلت لانه عاوزين في السكه نزود عدد الايفرنتس عندنا اورجنز كتيره جدا ما ينفعش يبقى بري جانجليونيك لازم نزوده 9 مرات قلت كل 1 بري جانجليونيك بيدخل الجانجليون في ثلاث جمل هنا بيسينابس يعني يتصل كل واحده بمعنى ريلي يعني يتحول من الى من بري الى بوست او ياكتيفيت 9 في المتوسط بوست جانجليوني عشان كده قلنا حتى الجانجليون دي وظيفتها ديستريبيوتنج سنتر بتكتر العدد وقلت للفهم بس مش عاوز ابوظ الرسمه مفيش جانجل بيدخلها واحد ويطلع 9 انا برسمها كده للتبسيط تدخلها 100 يطلع 900 تدخلها 1000 يطلع 9000 في المتوسط يعني يجوز اكثر قليلا او اقل قليلا يبقى ده ليه 2 ايفرنس لان كان لازم نزود عدد الايفرنس عشان تكفي الاورجنز الكتيره دي احنا في السوماتيك بنغذي سكيتر مصل بس هنا بنغذي حاجات كتيره قوي طب ليه 2 تايبس سمباثيتك وبارا قلنا انها ما هياش نيرف اوبريتور دي نيرف ريجوليتور بتنظم الاعضاء دي كلها تشتغل من غير اعصاب لو قطعت الاعصاب دي كل ده شغال امال ليه في اعصاب يا تسرع يا تبطا يبقى في كام اتجاه يا اسراع يا ابطا يبقى لازم نوعين من الفايبرز واحد يسرع وواحد يبطا لانها نيرف ريجوليتور فتو تايبس سمباثيتك وبارا سمباثيتك طيب لانهم تو تايبس واحد يسرع واحد يبطا يبقى ما ينفعش نفس الماده الكيميائيه اللي تسرع تبقى هي اللي تبطا فعشان كده في مادتين بقى اسيتايل كولين زي السوماتيك لكن في ماده ثانيه اللي هي مش ادرينالين نور ادرينالين اتس نوت ادرينالين نور ادرينالين حاجه شبه الادرينالين بس مش ادرينالين وقلت ان كلمه ادرينال بتنطق بمكانه رينال يعني كليه اد يعني جنب بيقول انا ادرينال انا طالع من جنب الكليه ماليش دعوه بالسمباثيتك انا ادرينال جنب الكليه اد يعني بجوار قلنا ابدكشن بعيد وادكشن يعني جنب رينال يعني كليه انما هنا الماده شبيهه بالادرينالين فاسمها نور ادرينالين حتى ليه نور عشان تقول لك خد بالك انا مش ادرينالين انا شبهه من قاعده نايذر نور
فيقول لك خد بالك انا نور ادرينالين، انا مش ادرينالين انا شبع. وبعدين بيغذي حاجتين، يا ماسل يا جلاندز. الماسلز نوعان، يا كاردك يا سموث، والجلاندز نوعان، يا ليها داكت تبقى اكسوكراينال، يا ملهاش داكت تبقى اندوكراينال. يبقى اربع اتنينات اهم. نقولهم تاني، تو اي فور النيرون سيستم، بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، دي اهم واحده. تو تايبس، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. طب طالما تو تايبس يبقى تطلع مادتين، اسيتايل كولين اند نور ادرينالين. وبعدين تغذي حاجتين حتى لطيفه، كل واحده من الحاجتين متقسومه لاثنين، كل حاجه اثنين في الاوتونوميك لحد اخره هقسمها لك كلها اثنينات، يا ماسل يا جلانز، والماسلز نوعان، يا كاردياك يا سموث، والجلانز نوعان، يا اكسوكراينال لها داكت يا اما اندوكراينال. يبقى دي كانت يا شباب مراجعه بسيطه للمحاضره الماضيه عشان نقدر ندخل على الكلام الجديد. نبتدي بقى ناخد ال اوريجين، طالع منين السوماتيك وطالع منين الاوتونوميك نيرفس سيستم. نشوف مع بعض الاوريجين. السوماتيك نيرفس سيستم اللي هو الارادي طالع من all cranial nerves ما عدا طبعا السنسوري نيرفز، لان بعض الكرينيال نيرفز دي في ميكس وفي موتور وفي سنسوري. احنا بنتكلم السوماتيك ده بيحرك العضلات، يبقى طالع في كل الكرينيال نيرفز ما عدا الاعصاب المخيه اللي هي حسيه، العصب البصري الشمي السمعي، دول طبعا هم مش موتور اساسا، ما فيش عضلات. يبقى عشان كده هو طالع من all cranial nerves ما عدا السنسوري وall spinal nerves، ال 31 spinal nerves، يبقى كل الاعصاب all cranials ما عدا السنسوري وall spinal. هنا بقى عايزين نسال سؤال يا شباب، هو او تعال نكمل الاول الاوتونوميك طالع منين بقى. في عندي سمباثاتيك وفي عندي بارا سمباثاتيك. السمباثاتيك عيله كبيره قوي، بتطلع 15 عصب بيبداوا من lateral horn cells بتاع ال 12 thoracic والخمسه لمبر، يبقى عددهم 15 all thoracic and the upper 3 لمبر. كل 12 عصب الثوراسيك والثلاثه الاولين لمبر، يبقى كام عصب؟ 15 فيهم سمباثاتيك. بادئين منين؟ قلنا الاوتونوميك بيبتدي من اللاترال هورن سيلز. اما الباراسمباثاتيك عائله صغيره، بتبتدي في عندنا اربعه كرينيال نيرفز فيهم باراسمباثاتيك. احنا عندنا 12 كرينيال نيرفز، اربعه بس فيهم بارا، اللي هو العصب رقم 3 و7 و9 و10. حتى انا حفظتها لاجيال، لما تقول لك مين الاعصاب الكرينيا اللي فيها باراسمباثاتيك افتكر السنه اللي يعني بنذكرها بكل الفخر، وهي سنه 1973 اللي هو الانتصار على اسرائيل. حتى عاوزك كده لما يقول لك الباراسمباثاتيك تختفي وتظهر في امامك كده في الخيال سنة حروفها من نور، وكأنك بتقراها 3 7 9، وطبعا ما تقولش 1 تقول 10، وإن كان ما بيتكتبوش بالإنجليزية، بيتكتبوا الثلاثة بتتكتب 3 شرط، السبعة الفي 5 وتحط بعديها 2 يبقوا 7، التسعة الإكس 10 قبلها يبقى خاص زي ما قلنا يبقى 9 و10، 3 7 9 10 ده الكرينيال. والساكرال 3 أعصاب ساكرال بس، احنا عندنا فين الساكرال 5 أعصاب، التاتا اللي في النص فوت واحد وفوت خمسه، يبقى 2 3 4 ساكرا. طبعا ما بيبداوش من لاترال هورن سيلز، لان قلنا في الباراسمباثيك ما فيش لاترال هورن سيلز، انما بيبداوا منين؟ من الكورسبوندينج، يعني الحته اللي كان مفروض تبقى لاترال هورن سيلز. يبقى دول عددهم 15 عصب السمباثيك، 12 ثراسيك و3 لمبر، اما الباراسمباثيك عددهم 7 4 كرينيال و3 ساكرا. هنا بقى في شويه نقاط، لان انا هنا مش محاضره، انا بحب نفهم. اول نقطه، يبقى هوريكم رسمه الاول عشان نفهم الحكايه دي. الرسمه دي بتوضح لك السمباثاتيك والبارا. يبقى السمباثاتيك زي ما حضرتك شايف اهي، ثراك ولمبر، 12 ثراسيك
وثلاثة لمبر، 15 عصب، عيلة كبيرة قوي. فوقيهم أربع أعصاب كرينيال طالعة من المخ، 3 7 9 10، عاوزك تقولها مش بس المباراة، في إنك تقولها في السرعة كأنك شايف رقم 1973 وبتقراه 3 7 9 10. أنا حتى طول عمري بقول كده، كنت بكتب شعر، أنا إن أغمضت العين رأيتها خلف الجفون. فأنا عاوز بقى مش الكلام ده على الحبيبة، الكلام ده يبقى على المعلومات. يعني تغمض عينيك كده، فين الكرينيال؟ كأنك شايف سنة 1973 اللي هي بأرقام من نور، 3 7 9 10 و 3 ساكرال، الثلاثة الوسطانيين اللي هم 2 3 4. أظن الرسمة دي بينت لك حاجة جميلة جدا. أنا علمتكم ليه سموا السيمباثاتيك سيمباثاتيك، لأنه بتاع السيمباثي، التعاطف، لما بتقابل حد بتحبه ضربات قلبك بتزيد. فيبقى مين اللي بيزود ضربات القلب؟ جهاز السيمباثاتيك بيشتغل مع السيمباثي، فسميها سيمباثاتيك. أربع أعصاب فوقيه كرينيال وثلاث أعصاب تحتيه ساكرال، هما دول البارا. لاحظت أنهم باراليل، موازين للسيمباثاتيك من الناحيتين، عشان كده سموها من كلمة باراليل بارا سيمباثاتيك. أظن ما يجيش فيه أعمق وأروع من ذلك. يبقى السيمباثاتيك من كلمة سيمباثي، حتى فين منطقته؟ قلت بحط إيدك على قلبك، ثوراكو لامبر، مش قلبك ولا بتاع السيمباثي، ثوراكو لامبر. أربع أعصاب فوقيه كرينيال وثلاث أعصاب تحتيه ساكرال، ده البارا سيمباثاتيك. نيجي بقى لشوية نقاط عاوزة فهم عميق. أنا قلت ال 31 عصب اللي مش راسمهم كلهم فيهم سوماتيك ومعظم الكرينيال. فالسؤال الأول، يبقى في الامس كيو هيجي لنا كل الأعصاب تقريبا فيها سوماتيك. اسمع الجملة دي بتفهم عربي، أنا بتكلم إلى المتحدثين بالعربية في محاضرات باللغة العربية، أصدها عشان نثري اليوتيوب، كل الناس كانت متكلمة بكل اللغات، ما نتكلم لناسنا بلغتنا. كل الأعصاب فيها سوماتيك، بعض الأعصاب اللي أنا مش هسيبهم، كل الأعصاب فيهم سوماتيك بالخيال تتخيل، بعض الأعصاب بالإضافة للسوماتيك بالإضافة معاهم أوتونوميك، في منطقة الثوراكو لامبر سيمباثاتيك، في منطقة الكرينيو ساكرال بارا سيمباثاتيك. يبقى تعالى بقى الامس كيو، يبقى هل في عصب في أوتونوميك فقط؟ الإجابة خطأ، تقولت كل الأعصاب فيها سوماتيك وبتفهم عربي، وبعض الأعصاب، بعض الأعصاب بالإضافة لاحتوائها على سوماتيك معاها أوتونوميك، يا سيمباثاتيك يا بارا سيمباثاتيك. يبقى ما فيش عصب في أوتونومي بس، لكن سؤال الأذكياء فقط، هل في عصب فيها سوماتيك بس؟ آه طبعا، ما في مناطق مش طالع منها زي منطقة السيرفايكل، أهي أهي منطقة السيرفايكل، آخر اتنين لمبر وأول واحدة ساكر، دول فيهم سوماتيك بس. يبقى في أعصاب فيها سوماتيك فايبرز بس، لكن ما فيش عصب فيه أوتونوميك فقط، لازم الأوتونوميك يبقى مع السوماتيك. بقولها بتشبيه سهل جدا، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كل الولايات فيها أمريكيين، احنا في أمريكا، بعض الولايات فيها بالإضافة الأمريكيين عرب جايين يدرسوا، وفي البعض الآخر في ولايات فيها صينيين جايين يدرسوا. طب تعال نفكر بنفس المنطق، يبقى هل يصلح ان في ولايه في الولايات المتحده مابقاش فيها امريكيين؟ لا، كل الولايات فيها امريكيين لان احنا في امريكا. بعض الولايات بالاضافه مش لوحدهم لوجود الامريكيين معاهم عرب، وبعض الولايات بالاضافه لوجود الامريكيين معاهم صينيين، او نفس المنطق. يبقى كل الاعصاب فيها سوماتيك، بعض الاعصاب بالاضافه للسوماتيك معاهم سيمباثاتيك اللي هم انهي منطقه؟ ثوراكو لامبر، وبعض الأعصاب بالإضافة للسوماتيك معاهم باراسيمباثاتيك اللي هي أنهي منطقة؟ كرينيو ساكرا. قلت لك تذكر رقم اثنين، يبقى السيمباثاتيك طالع منين؟ كل حاجة في الأوتونوميك اثنين، ثوراكو لامبر، ثوراكو لامبر اللي هو الأبر أول ثوراسيك، الاثناشر ثوراسيك والأبر ثري لامبر، الاثناشر ثوراسيك والأبر ثري لامبر، ثوراكو لامبر. طب والباراسيمباثاتيك اثنين برضو، كرينيو أربعة أعصاب كرينيال، 3 7 9 10 و 3 ساكرا، 2 3 4 ساكرا. يبقى كل حاجة في الأوتونوميك همشيها لك 2.
اي سؤال في الالكترونيك يسالك ويقولك الاول قول اتنين وبعدين ندور على الاجابه. فاكر الاربعه الاولين كنا قلنا تعال نذكر معاه تو ايفر نيورون سيستم، ادي اول تو تايبس سمباثاتيك وباراسمباثاتيك، وعليه تو كيميكال ترانسميترز فاكرهم استايلكولين. فكر مش هقولها لك، ايه الثانيه اللي مع الاستايلكولين؟ اختار الاجابه الصحيحه، ادرينالين ولا نور ادرينالين؟ نور ادرينالين. وقلت الطالب اللي اختار ادرينالين يبقى طالب غير ذكي، لان كلمه ادرينال بتقول لك هو طالع منين. بيقول لك خد بالك انا ادرينال، انا جنب الكليه، ادرينال جنب الكليه ماليش علاقه بالسمباثاتيك، نور ادرينالين. وبيغذي حاجتين يا مصل يا جلاد، والمصل حتى شوف الجمال المصلز نوعان، يا كاردياك يا سموث، والجلانز نوعان يا اكسوكراين يا اندوكراين، بكل حاجه اتنين. طب لما يجي يسالك الاوريجين والسمباثاتيك نيرف سيستم طالع منين؟ ثوراكولامبر اثنين. طب والباراسمباثاتيك طالع منين؟ اثنين. كرينيوساكرال برضو اثنين، بس السمباثاتيك بيطلع من اللاترال هورن سيلز، الباراسمباثاتيك بتطلع من الكورسبوندنج. نيجي بقى نتميز عن الناس الباقيه، والاسئله دي كنت حتى ساعات القيها على الطلبه في الولايات المتحده وفي كندا واقول لهم دوروا على الاجابه، لان عارف الاجابه مش موجوده، ولما ما تعرفوش تعالوا اسالوا. وايفن كانوا بيروحوا ساعات للهيد اوف ذا ديبارتمنت يسالوه ويقول لهم ايويل ناس مؤدبين جدا، ريفيو ماي بوكس، هبص في الكتب، ويرجع لهم مش عارف الاجابه. سؤال، ليه منطقه السمباثاتيك فيها لاترال هورن سيلز ومنطقة البارا ما فيهاش لاترال هورن سيلز؟ دي أسئلة ما حدش هيسألها لك، ده للفه، للوجاهة سميها الاجتماعية. السمباثاتيك يا شباب ليه 15 عصب بينما البارا 7؟ 100% ما قلنا ما فيش وراء الخلق خالق، احنا مش طبيعة اللي خلقانا، قوة عاقلة نسميها الله. تفتكر ليه في 15 عصب سمباثاتيك بينما 3 و4 بس بارا سمباثاتيك؟ لأن السمباثاتيك بيروح لحتت أكتر. ده سؤال شافه مهم جدا. اقولهم لك مين الحته دي بطريقه سهله. ثلاثه بره وثلاثه جوه. بره الليمبس الاطراف والجلد وعضلات الابدومين والثوركس. طب وثلاثه جوه تحت بعض، هنبقى نعيدهم بعد كده ما تقلقش، ما هنجيلهم تاني. اللي هو البطين بتاع القلب الفنتيكل اوف ذا هارت، تحتيه الطحال السبلين، تحتيه الادرينال ميدل الغده اللي بتطلع ادرينالين. يبقى ثلاثه بره الاطراف اللي هي فيها عضلات وجلد، لاحظ، والجلد وعضلات الابدومين والثوركس، يعني الاطراف اللي فيها عضلات وجلد والجلد والابدومين والثوركس، وثلاثه جوه اللي هو الفنتيكل البطين بتاع القلب والسبلين الطحال اللي هو مخزن الار بي سيز والاديه ميدل. وحتى في عمق في الفهم، في عمق مش حفظ، ليه الست حاجات دول لهم سمباثاتيك وما لهمش بارا؟ لان هنعرف في هذه المحاضره ان السمباثاتيك ده بتاع الفايت العراك، فانا بتعارك بالعضلات اللي هي موجوده فين؟ في الاطراف، خلاص، وبتعارك بالاطراف، ده في معركه بتبقى بالايدين او معركه بتبقى بالرجلين في بعض انواع الرياضات، والابدومينال والثوراثيك ماسلز، فدي عضلات لازم لما اتلقى اللكمه اشد عضلاتي، والجلد مفهوم ليه؟ عشان خاطر فيه غدد العرق، اعرق عشان خاطر درجه الحراره ما تزيدش عن يعني 40، هي بتزيد من 37 ل 40 في اثناء المعركه، لو زادت اكتر من كده هيتوفانا الله. يبقى دول الثلاث حاجات اللي هم موجودين بره. طب في ثلاثه جوه، الفنتكل اللي بيضخ القلب العضلات، السبلين اللي بيدي ار بي سي تشيل اوكسجين العضلات، والادرينالين اللي بيزود الاكتيفيتي بتاعت السمباثاتيك لانه شبه النور ادرينالين جدا. يبقى مش اي ست حاجات ربنا خلى السمباثاتيك يروح لهم والبارا ما يروحهمش، هما حاجه عشوائيه، ده تدل على انه وراء الخلق خالق. الست اجزاء الثلاثه اللي بره هقولهم تاني، اطراف فيها عضلات وجلد، والجلد وبقيه العضلات اللي في الابدومين والثوركس، ده الثلاثه اللي بره، والفنتك اللي بيضخ الدم لكل الجسم، والسبلين اللي بيدي ار بي سيز، والاديه المضله اللي بتدي ادرين، السته دول التلاته اللي بره والتلاته اللي جوه متعلقين بالفايت، والفايت ده وظيفه المعركه السمباثاتيك، يبقى نروح لهم سمباثاتيك وما نروحلهمش بارا. والدليل نمره واحد، 15 عصب سمباثاتيك بينما سبعه بس بارا. طب نفكر بذكاء، هو احنا الخلايا العصبيه في السباينال كورد
بتبقى موجودة في الجري ماتر ولا في الوايت ماتر؟ جاوب حضرتك، جبناها سؤال، موجودة في الجري ماتر. طب السيمباثاتيك بيدي حتت أكتر، يبقى محتاجين خلايا عصبية أكتر، بدليل أعصابه أكتر. والخلايا العصبية موجودة فين؟ فين قولها معايا كده؟ في الجري ماتر. فعش كده الجري ماتر تمدد، تمدد كبر عشان يحتوي خلايا عصبية أكتر فقط في منطقة السيمباثاتيك. This is why sympathetic عنده lateral horn cells بينما البارا ما عندهاش lateral horn cells. دي إجابة السؤال اللي مش موجودة في معظم إن لم يكن في كل التكست بوكس. ليه السيمباثاتيك في lateral horn cells والبارا لا؟ سيمباثاتيك غذي ست حتت أكتر من البارا، في أعصاب أكتر هنا 15 إلى 7، ونيد نيرف سيلز أكتر، دي موجودة في الجري ماتر. يبقى لابد أن يتمدد الجري ماتر ويعمل lateral horn. كل الإجابات اللي بقولها لكم كان مبعثها في الفكرة بتاعتها في العبد الله حاجة واحدة بس، أنه وراء الخلق خالق، فكان لازم أفكر وأجيب الإجابة. سؤال تاني لطيف، ليه كل الأعصاب فيها سوماتيك مع أنها بتغذي حاجة واحدة بس سكيليتال ماسل، وبعض الأعصاب بالإضافة للسوماتيك معها سيمباثاتيك في الثراكو لامبر يا بارا سيمباثاتيك في كرينيو سيكر؟ ليه عدد السوماتيك فايبرز ضخم جداً برغم أنها بتغذي حاجة واحدة سكريتال؟ بصي لي حضرتك، السكريتال ماسلز بتتميز بحاجة رائعة، انها very fine movements، شايف؟ very fine، تبلغ اقصاها في السبيتش ماسلز. عمرك فكرت ان احنا لما بنتكلم الكلام اساسا عبارة عن حركات في السكريتال ماسلز؟ عشان يطلع صوت معين يفهموا كل الناس حاجة واحدة، تفتكر لازم الحركات دي تبقى دقيقة ولا غير دقيقة؟ لازم تبقى دقيقة جدا، يعني لازم كل عصب سوماتيك بالصلي يبقى قادر على تحريك عدد قليل جدا من مش المصل، من مصل فايبرز، من مصل فايبرز، تصل الدقة لساعات 1 نيرف سوماتيك نير فايبر، سوماتيك نير فايبر يحرك 3 بس سكريتال ماسل فايبرز عشان الحركة تبقى دقيقة. عشان كده كمية السوماتيك نير فايبرز رهيبة، عشان في الآخر كل سوماتيك نير فايبر في الحاجات الدقيقة جدا ينوبه 3 ماسل فايبرز، فتبقى الحركة بالدقة بمكان سواء في الإيدين أو في منطقة الكلام. شوف الروعة. يبقى ليه السوماتيك مع أنه بيغذي حاجة واحدة بس سكريتال ماسل، يبقى بهذا العدد الرهيب كل الأعصاب السباينال فيها سوماتيك، وكل الكرينيال فيما خلل سنس إن ما ينفعش سنس يبقى فيها موتور، كلها بتحتوي سوماتيك نير فايبرز عشان عدد سوماتيك نير فايبرز كبير جدا. فكل نير فايبر سوماتيك ينوبه يخصه يغذي عدد محدود جدا من السكيتال ماسل فايبرز، فتبقى الحركة من الدقة بمكان. This is why كل الأعصاب فيها سوماتيك، بينما الأوتونوميك مش محتاجين أي دقة، مش محتاجين الهارت يتقلص، الهارت لازم ينقبض، مش هيتقلص الهارت، عشان كده مش محتاجين دقة، مش محتاجين العدد الضخم ده. فكل الأعصاب فيها سوماتيك عشان يبقى فيه سوماتيك نير فايبرز كتيرة، عشان كل فايبر ينوب عدد محدود من السكيليتال ماسل فايبر، فالحركة تبقى فاين، شيء مش مطلوب في الأوتونوميك. هو ده الفهم اللي ينبغي يكون في الفيسيولوجي، مش أي حاجة في أي حاجة، مش احنا جايين كتاب بنحفظ مع بعض، انت تقدر تقرا لوحدك، لو الشارح ما عندوش حاجه يقولها لك يسكت احسن. طيب ننتقل يا شباب، يبقى بعد ما خلصنا الاوريجين يبقى نقولها تاني في عجاله نراجعها مع بعض وانت تراجع معايا. السوماتيك بيطلع منين؟ all spinal nerves ال 31 and all cranial nerves فيما خلا السنسوري، بينما الاوتونوميك اول ما اقول لك اوتونوميك يجي ذهنك 2، السيمباثاتيك 2 ثوراك ولمبر منطقه القلب، السيمباثي اهو 12 ثوراسيك و3 لمبر، والباراسيمباثاتيك 4 اعصاب فوق كرينيال و3 تحت ساكرال، موازي دي من الجهتين، عشان كده سموه بارا سيمباثاتيك. وقلنا في سؤال مش كتير مهم، كل الاعصاب فيها سوماتيك، بعض الاعصاب بالاضافه للسوماتيك معاها اوتونوميك، حتى كانوا بيطلعوا هما الاثنين لو كنت فاكر في الرسمه في الانتيرو روت في الفنتر روت طالعين مع بعض.
وعليه نخلص. في عصب في سوماتيك بس؟ نعم. كل الولايات الأمريكية فيها أمريكيين. هل في عصب في أوتونوميك بس؟ لا طبعا، الأوتونوميك لازم يطلع مع السوماتيك. ما فيش في الولايات المتحدة ولايات فيها عرب بس يمثلوا مثلا السيمباثيتك أو صينيين بس يمثلوا البارا، فيش كده، لازم مع الأمريكان. فكل الأعصاب فيها سوماتيك، فيها كل الولايات فيها أمريكيين. بعض الولايات بالإضافة الأمريكيين معها عرب بارا يا إما أو سيمباثيتك يا إما صينيين سيمباثيتك. أظن شرح طفولي هتقولي بعد كده إنك مش مستوعب يبقى في حاجة غلط. نيجي بقى لأول سؤال نظري جميل يا شباب، اللي هو الجانجليا. معلش أنا بعمل كل حاجة في نفسي، أنا هنا الممثل والمخرج والمنتج والديكور والإضاءة وكل شيء، بس يعني معايا أحسن متفرجين الحمد لله، فكل شيء يبقى كويس. طيب بصوا يا شباب، الاوتونوميك جانجليا، لو جالنا سؤال اوتونوميك جانجليا سؤال نظري مهم هنجاوبه في ثلاثة نقاط. احب النظام قوي، اول نقطة اللي هو الديفينيشن تعريف، ثم الفانكشنز الوظيفة، ثم التايبس الانواع. هنبتدي، بحب ابتدي بالفانكشنز قوي لان هي دي اللي خدناها اوريدي. هو ليه البري جانجليونيك اوتونوميك نير فايبرز ما بتروحش دايركتلي للاورجانز؟ ليه بنتوقف في الجانجلون؟ لانها بتغذي حاجات كتير فمحتاجين اعصاب كتير جدا، فكان لازم نتوقف في السكه عند الجانجلون. وكل واحد بري جانجلونيك، مش عاوز تلخبط، كل تعبير يعني حاجه، يسينابس سين يعني يتصل مع بوست جانجلونيك، ريلي بمعنى اخر كل بري يتحول الى بوست، او ياكتيفيت يعني ينشط. وقلت في المتوسط 1-9. طب السؤال بقى للاذكياء فقط، في المتوسط 1-9 تفتكر ان المتوسط ده هيبقى اكتر من 9 او اقل من 9؟ في ايهما هيبقى اكتر من 9؟ في السيمباثيتك اللي بيغذي حاجات اكتر 6 عدد مالهاش بارا، ولا في البارا اللي بيغذي حاجات اقل؟ الإجابة الواحد بيفكر طبعا في السيمباثاتيك، لأن السيمباثاتيك بيروح لست حتت أكتر، محتاجين أعصاب أكتر، هي حتى كان فيه لاترال هورن سيلز وكانت عدد الأعصاب أكتر. لما تاخد التناغم الرائع ده أعصاب السيمباثاتيك أكتر، في لاترال هورن سيلز يعني تمددت الجري ماتر، النسبة ما بين البري والبوست أكتر، يبقى معناها أنه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله. المتوسط 1-9، هذا المتوسط أكثر من 9 شوية في السيمباثاتيك، أقل من 9 في الباراسيمباثاتيك. يبقى ما هي وظيفة الجانجليون؟ ديستريبيوتينج سنتر. يبقى خلصنا الفانكشن، يبقى الجانجليون ديستريبيوتينج سنتر. طب نيجي للديفينيشن، بص للرسمة. إحنا البري جانجليونيك بيبتدي من السنتر نيرفوس سيستم ويوصل للجانجليون، البوست جانجليونيك نيرون بيبتدي من الجانجلون ويوصل للأورجان. يبقى انت قول معايا ما هو تعريف الجانجلون؟ collection of neurons، مجموعة من نيرونز. هل هي outside ولا inside the central nervous system؟ طبعا outside. طب هل هي collection of pre-ganglionic ولا collection of post-ganglionic؟ collection of post-ganglionic neurons. يبقى في الMSQ في إجابتين صح، الجانجلون is a collection of neurons outside صح the nervous system، او collection of neurons انهي نوع؟ post ganglionic. طب تعالى بقى ناخد هامش نوت، what's nucleus؟ nucleus هنا بنستخدمها مش بمعنى نواة في اللغة العادية، nucleus هتبقى collection of neurons هنا inside the central nervous system اهي، او collection of pre-ganglionic. يبقى احنا عندي بري وعندي بوست، الكوليكشن اوف بوست بيبقوا في الجانجليون، الكوليكشن اوف بري بيبقوا في النيوكليس. يبقى الجانجليون كوليكشن نيورونز في تعريفين، اوتسايد ذا سنتر نيرفوس سيستم اوتسايد، او كوليكشن لانهي نوع؟ للبوست جانجليونيك. امال الكوليكشن اوف بري جانجليونيك اللي انسايد ذا سنتر نيرفوس سيستم نسميه ايه؟ نيوكليس. نيجي للنقطه الثالثه، انواع الجانجليا، التايبس اوف جانجليا.
عندي سيمباثيتك جانجليا، في السيمباثيتك عنده جانجليا والباراسيمباثيتك هو كمان عنده جانجليا. فتعال نبص مع بعض، افتكر بالطريقه شرح العبد الله في كام نوع من السيمباثيتك جانجليا. طيب يقول لي ما اعرفش، لا انا قلت لك اي سؤال في الاوتونوميك نيرفس سيستم تقول اتنين رقم السعد اتنين لك نمبر اتنين. قلت بعد اسبوعين تلاتة هناخد على بعض وبعدين تفكر هما ايه وفي كام نوع من الباراسيمباثيتك جانجليا، تقول لي برضو اتنين. يبقى اي حاجه في الاوتونوميك الاول تقول اتنين وبعدين نفكر. تدي السيمباثيتك جانجليا، النوع الاشهر في السيمباثيتك جانجليا اللي انا رسمه ده العمود الفقري اللي هو جواه النخاع الشوكي، الفيرتيبرال كولم، يعني عمود فقري جواه السباينال كورد. على جانبيه يمين وشمال في نقط سودا، دي بتمثل اول واهم نوع من السيمباثيتك جانجليا، فبنسميه ثلاث اسماء. موجود على اللاترال سايد فنسميه لاترال جانجليا، موازي العمود الفقري من الجهتين. انا بس راسم فوق لكن عشان ما ابوظش الرسم، هو في هنا وفي الناحيه الثانيه زيهم بالظبط، انا بس مكررهم فوق بس. فيسموه بارا فيرتيبرال، اي موازي العمود الفقري. في شكل تشين اهو، شكل سبحه، مين اللي بيستخدمها؟ سيمباثيتك، فيسموه سيمباثيتك تشين. يبقى اول نوع ليه ثلاث اسماء في الام اس كيو، صح؟ انا عاوز ناس فاهمه مش حافظه. هو موجود على جانبي العمود الفقري، على الجنب اليمين والجنب الشمال اهو، بتتابعني مش على الليزر. يبقى يسموه لاترال، موازي للفيرتيبرال كولم من الجهتين، يبقى بارا فيرتيبرال، في شكل سبحه بيستخدمها السيمباثيتك فيسموها سيمباثيتك تشين. عدد اللاترال او بارا فيرتيبرال بنفس المعنى او سيمباثيتك تشين كام جانجليا؟ بعدد السيجمنتس بالظبط، كل سيجمنتس حواليها بير اوف جانجليا، بير اوف جانجليا، بير اوف جانجليا، واحده يمين واحده شمال، ما عدا في السيرفايكال ريجون في منطقه العنق في ثلاثه بس، سوبيرور ميدل اند انفيرو. يبقى تاني اللاترال جانجليا كل سيجمنت في بير اوف جانجليا، واحده يمين واحده شمال، واحده يمين واحده شمال، انا راسم ناحيه واحده هنا بس.